வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலரவே. قبل 9 سنوات ترك وطنه الهند لينطلق في رحلة حول العالم على دراجته الهوائية. سومن دبنث زار إلى اليوم 76 بلدا كان لبنان آخرها. رحلته التي ستنتهي في العام 2020 باجتيازه 200,000 كيلومتر يرغب من خلالها سومن أن يتواصل مع شعوب العالم أجمع وينشر ثقافة السلام والحب. رحلتي هي مساهمة بسيطة مني لهذا العالم لأصل إلى الناس وأقدم لهم رسالة سلام، والناس هم مصدر لإلهامي، فرغم أنني بعيد عن وطني لكنني أجد في كل بلد أذهب إليه الهند. إلا أن ما دفع بسومن للبدء بهذه الرحلة هو رغبته في التوعية حول مرض الإيدز وتقديم الدعم لحاملي فيروس الإتش آي في. في عمر 14 قرأت في صحيفة عن رجل توفي بسبب مرض الإيدز في قرية مجاورة لبلدتي ولم يهتم به أحد، ما أثر بي للبحث أكثر عن هذا المرض ونشر تلك المعرفة والوعي حول العالم رغم أنني لست بطبيب. قد يظنه البعض مجنونا أو واهما، لكن سومن دبنث من على دراجته الهوائية أقام عالمه الخاص الذي يحمله معه أينما ذهب، آملا في أن ينجح في حلمه بأن يكون رسولا للحب والسلام.